ان شاء الله تيبو سولانت عربيكا لوري تيبو سولانت ولتو شلومبو شلومبو سلكيرد الله ان روغان لوكا مارنا اتم ولي روغادا كالبين روغامان 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 ഹൃദയത്തിന് പിടിച്ച രോഗങ്ങളെ അസൂയ കുശുംബ് ദേഷ്യം വൈരാഗ്യം ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം മാറിക്കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ തിബ്ബ് സ്വലാത്തില്ലുമ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ കരുത എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും ഇൻഷാഅല്ലാഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന തിബ്ബ് സ്വലാത്ത് നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശുഫയാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങൾക്കും ഇതൊരു പരിഹാരമാകട്ടെ ഇൻഷാഅല്ലാഹ് തിബ്ബ് സ്വലാത്ത് ആരംഭിക്കാണ് എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ചൊല്ലാ مجلس الولم كاتر كابل مكان شاء ربي نيكابو لانكا الله ني سويغري كان الله كاينوتي امبتي ارامتا مجلسان كاينوتي امبتي ارام مجلس نملي لكويريان ان شاء الله ان لك ورميري ونعمل العابرم ان شاء الله ينوتي امبتي ارام مجلس لبيرنا ان نتيار بنرقى ينوتي امبتي ارام مجلس وليا مجلس عيطنا مكانه ربي توفيق نلغتي الله توفيق نلغتي باقي نمر أسوغن غلام ويدنا غلق رب صلاة الشفاء وليا شفيان الله من حبيب صلى الله عليه وسلم تنمرنا پير صلاة الشفاء جلني بلن مدرچ قلچان الله نمك وليا ونيا شفاء نلغمان نان مران موبل تب صلاة جلو غيان اللي ورم مسنادن دكود چل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم كل المؤمنين شل رب قبولا كتے الله نمبر يلا سويغني كتے اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وهدائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. കാസർഗോഡ് ഉള്ള ഹക്കീം എന്ന സഹോദരന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ, ഏഴ് മാസമായ ഇവാൻ മുഹമ്മദ് എന്ന കുഞ്ഞു മോനെ റബ്ബേ ഹോസ്പിറ്റലിലാ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ, പരിപൂർണമായ ശിഫ നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഏതെല്ലാം മുഅ്മിനീങ്ങളെ എന്തെല്ലാം രോഗം കാരണം വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാ, അവർക്കെല്ലാം പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ, പരിപൂർണമായ ശിഫാഗ്നി നൽകണേ റബ്ബേ, പരിപൂർണമായ ശിഫാഗ് നൽകണേ റബ്ബേ. ക്യാൻസർ ഉള്ളവനുണ്ട്, അറ്റാക്ക് വന്നവനുണ്ട്, കിഡ്നി തകരാറിലായവനുണ്ട്, യാ അല്ലാ അവർക്കെല്ലാം പരിപൂർണമായ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മുത്തായ തങ്ങള ബറക്കത്തുമല്ല പരിപൂർണമായ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ചൊല്ലുക, രോഗങ്ങൾ അത്ഭുത ശിഫ തരുന്ന സ്വരാത്താണ്, മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമായ ശിഫ അല്ല തരുന്ന സ്വരാത്താണ് സ്വരാത്ത് ശിഫ. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും ചൊല്ലിയേ اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
ضيائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
ضيائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
ضيائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم.
ഇൻഷാല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ എല്ലാവരും രണ്ട് കൈയിലൂതി മുഖം നടുവി. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും ഇൻഷാല്ലാ അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ തിബ്ബു സ്വലാത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ, ഹബീബായ തങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും തിബ്ബു സ്വലാത്തിലൂടെ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർ, ഞങ്ങളെ ഉപ്പമാർ, ഞങ്ങളെ സഹോദര സഹോദരിമാര്, കുഞ്ഞു മക്കളെ, ആരൊക്കെ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നു, ഒൽക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഹദ്ദാദ് റത്തിബ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഹദ്ദാദ് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. പരിശുദ്ധ ഷഅബാൻ മാസം ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവരും ഹദ്ദാദ് റത്തിബ് ചൊല്ലാം. ഹദ്ദാദ് റത്തിബ് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഓതിയിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. ഹദ്ദാദ് റത്തിബ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലി അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ റബ്ബേ, എന്തെല്ലാം നിയത്ത് വെച്ചിട്ടാണോ ആരെല്ലാം ഈ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്നത്, എല്ലാവരുടെ നിയത്തുകളും നീ സാധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ.